ووصلنا منذ قليل أن مجلس الشعب قد وافق نهائيا على مشروع قانون معايير التأسيسية. واضح أن حضرتك عندك شك؟ لا يعني الخبر بقى انه خلاص وافق نهائيا لم يكن متوقع كل شيء متوقع احتمال يعني يحصل في امور يعني ما فيش احتمالات مجلس الشعب. دكتور مدحت انت غير موافق على هذا النقاش حتى؟ طبعا يعني شايف ان النقاش من اساسه مختل لا مش يعني النقاش بتاعنا لا مش لا على النقاش التأسيسية على يعني انا دلوقتي السيد النائب بيقول الكلمة دي بسمعها كتير قوي الأغلبية والصناديق والأغلبية والصناديق. احنا ماشيين عكس اتجاه اللي الدنيا كلها بتمشي وراه، ان احنا الأول بنعمل لجنة تأسيسية وبعدين لجنة تشريعية وتحط دستور والدستور يجيب مجلس يمشي على الدستور. احنا قلبين الموضوع هو بالعكس، المسار مختل من البداية. تمام، المسار مختل من البداية. وما هو أغلبية النهاردة بعد سنة مش هيبقى أغلبية، فأنت الدستور اللي بتعمله الأغلبية دلوقتي هتبقى بعد 5 سنين مش هي الأغلبية، بس انا الاغلبيه ساعتها هتحكم بالدستور اللي حطيتوه للاغلبيه من 4 سنين. هل احنا بنختلف على الـ 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 الاطار وما بنختلفش على اللب اللي هو يعني احنا بنختلف على مين قد ايه نسبه التصويت لا انا مختلف انا مختلف في اللب. سيبك من كام وليه وازاي، اولا لا يجب ان يكون في مجلس الشعب او في التمثيل الحزبي في تاسيسيه الدستور، ده مش موجود في اي حته تاسيس حزب. وبعدين هل انا مكتوب عليا كشعب ان انا اقف اتفرج على لجنة التأسيسية للدستور 100 الناس بينقوها بعيد عننا وانا ضرورة ابلعها وابلع القانون اللي بيعملوه، ثم مكتوب عليا كشعب بعد هذه الثورة يبقى 2 مرشحين 90% من الشعب اللي عايز ده ولا عايز ده، ما احنا قمنا بثورة ليه؟ يعني في الاول وفي الاخر احنا قاعدين كومبارس بنتفرج على ناس هيجي منهم رئيس جمهورية وهيعملوا لنا الدستور اللي هيحكمنا ويحكم احفادنا واحنا قاعدين نتفرج عليهم كلهم وما بنعملش اي حاجة. وانا حاسس من النقاش اللي بيدور ان انا مش مصري، يا اما هم مش مصريين يا الشعب ده مش مصري. يعني الناس قاعدين بتتكلم والخطا كان على الشعب برضو اللي منزلش، يعني هو ده تمثيل الشعب في الانتخابات. علشان كده انا بقول هذا هو الوقت المناسب بقى الناس اللي نزلت في الميادين علشان نعمل مجلس رئاسي وكلام فات وقته وفات اوانه في الوقت الضايع، الاولى ان الناس تنزل عشان الدستور اللي هيحكم، هو ده الوقت اللي تنزل فيه ابدا بكتير جدا من ان انا انزل عشان قانون العزل اللي مش هيتطبق. الاولى هو الدستور اللي هيحكم، ده اللي يستاهل الاعتصام ويستاهل النزول في الميادين، لان في نوع من انواع الضحك على دقون هذا الشعب بشكل واضح وصريح. واضح ان ان الثوره دي لا قامت ولا في ناس ماتت ولا في شهداء شباب زي شباب الثورة، مش ممثلين اصلا في اللجنة التأسيسية للدستور. شباب الثورة مش ممثلين؟ لا مفروض ما انا معرفش تشكيل النهائي، انما في المعايير منصوص عليها في المعايير محطوط 8 من القانون ده قانون شباب الثورة والطلبة. القانون فيه مشاكل استاذ رئيس، ممكن اسال بس؟ لا القانون ملوش علاقة بالقانون، ده قانون اجراءات. اسال بس سؤال، يعني ماذا لو اختلفنا على التأسيسية ثم صاغت التأسيسية دستور يعجب الشعب، هل هنقول للشعب برضه انزل وصور؟ لا. طب تمام، يبقى اذا طب اتفضل. انا ما اقولوش انزل لمجرد ان احنا بنختلف على لا شيء. لا 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 انا اقول له انزل، انا هستنى لو ان الدستور المعد ما هو فندم في قلق، ما هو في قلق يا فندم العينة بينا. انا بفترض فصل يا سيدي العزيز بعد اذنك يا استاذ. انا اول واحد كتبت مقالة عن مجلس الشعب وقلت هؤلاء الناس احس ان هم الشعب المصري، لا انا شايف حد في مجلس الشعب حاسس انه راكب عربية ب5 مليون، انا حاسس ان مجلس الشعب ده فعلا شبه المصريين. يعني انا كنت مع هذا المجلس، جميع ما حدث من مجلس الشعب في السنة اللي فاتت ضروري يخلينا كلنا نتوجس منه، نتوجس من طريقة ادارته، نتوجس نطلع منه ناس في تأسيسية الدستور، وبدليل ان هذه الاغلبيه الكاسحه اللي حصل عليها الاسلاميين في مجلس الشعب تقلصت في رئاسه الجمهوريه. ولو حصل لا دي بقى انا بس هقول لحضرتك على حاجه، هقول لحضرتك على حاجه، اتحدى لو حصلت انتخابات لمجلس الشعب دلوقتي لن يحصل الاسلاميون على اللي حصلوا عليه قبل كده. وانا واثق من الكلام اللي بقوله وبنقابل الناس وبيقولوا احنا ندمانين ان احنا اديناهم اصواتنا. انا هقول لحضرتك حاجه، اول ما طرح ان احنا ننزل كتير جدا يقول لك لا مش هيدخلوا الاعاده، هو الاصوات اللي اتاخدت في خلال 21 يوم دعايه الاخرين لا ما هي الاصوات دي راحت ذهبت الى جماعه الاخوان المسلمين وذهبت في خلال كام يا استاذ رميس؟ في خلال
وعشرين يوم. لا تنسي ايضا لا بخلال 80 سنه انا هذا التيار انا هذا بتكلم على حزب الكون بعدها بيومين يا لا هذا التيار انقسم انا هذا التيار انقسم في الانتخابات الاخيره يعني الدكتور عبد المنعم والفتوح جزء كبير جدا من التيار داله دي بقى براعه جماعه الاخوان في الحشد وادوات الحريه والعداله يعني براعه طبعا في الحشد وفي انا دكتور معلش استاذن حضرتك الدكتور عبد المنعم والفتوح نزل انتخابات ومش كان اخوان مسلمين وساب الاخوان علشان ما رضيوش ان هو ينزل انتخابات وابتدى يعد نفسه من زمان جدا واحترمناه ودخل وابتدى وعمل حمله قويه وراجل برضه مسيس وراجل يعني في الثمانينات كان له دور قوي جدا في اخوان المسلمين وراجل محترم وشخصيه كاريزميه وكل حاجه نزل اسد واحد من نفس التيار اللي هو الدكتور مرسي مين اللي كسب؟ الدكتور مرسي ليه؟ الناس انتخبت الدكتور مرسي ولا انتخبت جماعه المسلمين جماعه اخوان المسلمين الناس بتنتخب ده اللي حضرتك مش قادر تشوفه دي الخطوره اللي احنا داخلين فيها عليها النهارده هي اخوانه مصر. مصر ان انا النهارده لو كان اي واحد نزل كان ممكن اكسبه المساله مش ملهاش علاقه مش هكمل بس الكلام لحضرتك انا ما بطلع. في كل دول العالم كده يا فندم لا لا, لا, لا مش دول العالم الحزب الديمقراطي في امريكا في امريكا لما جاب اوباما على ان هو شخصيه اللي هم بيقولوا البلاك الافريكان امريكان علشان خاطر ينزل ويكسب انتخابات لاول مره في التاريخ كان لازم اوباما برضه يبقى شخصيه كاريزميه ويقف ويقنع الناس وابهر العالم كله باسلوبه وبشخصيته بكاريزميته مش هو ما كانوش يقدروا يجيبوا اي واحد كده ويكسب بدليل ان الجمهوريين مش قادرين ما اعتقدش ان هم هيكسبوا ما اعتقدش ان هم هيكسبوا الانتخابات دي فانا اللي بقوله لحضرتك ان الناس انتخبت جماعه اخوان المسلمين ودي اكبر خطر احنا داخلين عليه في مصر دلوقتي ما انتخبتش والمقارنه دايما بيقارنوا الدكتور مرسي بالاستاذ عمرو موسى لا انت قارن الدكتور الخطوره في مقارنه الدكتور مرسي بالدكتور عبد المنعم مفتوح الاثنين متعلمين زي بعض الاثنين في سن واحد بالظبط الاثنين في نفس الجماعه ده شخصيه بدا من الاول ده حتى كان في احترام للشعب المصري انه بدا من زمان وابدى رغبته انا اللي عايز يبقى رئيس مصر لازم يجي ويقول انا عايز اكون رئيس مصر انتخبوني انا خادم لهذا الشعب قالها من زمان جدا وخسر الانتخابات وبفارق كبير يبقى انا بنتخب مين لا مش فرق كبير ولا حاجه عبد المنعم عامل ريكورد مليون واحد لا ما انا بعتبر المليون يعني طيب. انا عايز اوصل للحل يا دكتور احمد ليه تعب بس عشان ما نضيعش وقت الحلقه طيب. في الموضوع ده يعني دي قصه الكلام ده محل دكتور وحيد الحل دلوقتي احنا بكره عندنا اجتماع لمجلسي مؤشرات المفروض لمجلسي الشعب والشورى رايحين يا دكتور احمد الاول لا مش رايحين لو لا مش لو, لو, لو على الوضع الحالي اروح اعمل ايه اعمل ايه يعني لو على الوضع الحالي انا النهارده ما قدمتش اسمي وطلبت ان احنا نفصل في موضوع ال 18 واحد اللي احنا بنتكلم عليهم حتى اتاكد من الجمعيه يعني متوازنه وطلبت من الدكتور رئيس المجلس النهارده على الهواء في المسجله في التلفزيون قلت له لو سمحت ارجع للمجلس العسكري ما انا بصيرته الفجر يا دكتور احنا ما كانش مطروح لا ما طرحش يا فندم لا احنا لغايه اجتماع الوفد يعني لغايه اخر حاجه انتباس. انا شاركت فيها كنا بنتكلم عن مشكله الجمعيه بس دي هتبقى عايزين نوصل لحل يا دكتور هنقيدها ونحسب من غيرها انتوا هتطعنوا هتطعنوا على الجمعيه هتطعنوا على القانون جدا وعلى فكره احنا تنازلنا باماكننا النهارده طب اماكنكم هتروح واضح ان القطار مكمل اماكن بتاعه الاحزاب المنسحبه هتروح لمين هو احنا طلبنا بس ملناش انا اسف دكتور وحيد طلبنا بس ملناش ان احنا يعني نؤمر حد او نحدد حد بس قلنا المواد دلوقتي اللي باقيين من الاحزاب المدنيه جبهه الابداع يعني قلنا كرسي المنسحبين كم قلنا الكلام ده على الهواء كم مقعد المنسحبين في سته للاحزاب وفي كذا شخصيه عامه بس مش انا ما بحبش اقول اسماء في كذا شخصيه عامه متنازله بس مع احترامي برضك ان يعني ايه يعني جبهه الابداع ما هو ممكن تطلع جبهات كتيره والمية مش هتكفي يا بيه جبهه الابداع يعني بتمثل كل النقابات ده منقيين من كل جبهه الابداع ومن جميع ما فيش كاتب مصري متنقيينه طب ايه ما فيش ولا اديب ولا كاتب منقيين الاستاذ اشرف عبد الغفور كنقيب لا المره دي ثانيه واحده بس يا فندم انا اقول انا عارف لا انا ما اعرفش لا يا بيه محمد سلمان اصلا كان معانا في الاحتجاج اتحاد الكتاب متضامن معانا في في في, في الموضوع منقيين الاستاذ اشرف عبد الغفور طبعا الاستاذ اشرف عبد الغفور هو اول ما انتخب راح للمرشد فاصبع الاستاذ اشرف عبد الغفور في اي حاجه بيجيبوه استاذ اشرف عبد الغفور لا هو موجود كنقابي لا يا فندم لا يا فندم نقابي معلش هم بينقوا كل مره فقط بس اشرف عبد الغفور الاستاذ فاروق جوي ده يعتبر ايه فين استاذ فاروق جوي ده كان في التاسيسيه الاولانيه بقى معانا مش عارفين معانا ولا دلوقتي مش موجود دلوقتي يا فندم ده هو هي في التاسيسيه الثانيه مين
انا ما الاسماء يا لسه دكتور وحيد الاسامي انا ما اعرفش والله انا بعيد تماما عن الاسامي انا اشتغلت في الموضوع واول ما خلص الموضوع قلت انا ماليش دعوه بالاسامي ولا عايز ابقى عضو ولا عايز ابقى اي حاجه. طب الحل في القضيه احنا مختلفين على 11 مقعد صح؟ ما بقوش 18 يا دكتور احمد. لا 18 18 18 بس ممكن 18. يعني ايه نقدر نحل ازاي يا دكتور وحيد حللنا المشكله؟ ما في ما لا ما انا رايي انا رايي انه يعني الموقف صح بس عدم المشاركه. طب ما هو لو لو شاركوا طب ما هو انتهينا لايه يعني انت هنا يعني ما هو هيشاركوا وهيجبروا على نفس الوضع. حكمت على اللب انه يعني اللب نفسه كمان. لا انا ما بتكلمش على اللب لا انا لسه ما بناقش الدستور اساسا انا بتكلم على لو شاركوا او ما شاركوش. لا هو مشاركتهم مهمه وانا اعتقد ان ما حد يعني رغم هذا التيارات الاسلاميه مش هتقدر توصل ل 57 رغم لا يا دكتور لا يا دكتور بعدين مشاركتنا دي ما في تاريخ. طب ما احنا موجودين في مجلس الشعب وبنشارك سياده النائب بنشارك يعني عملنا ايه عندك الشعب. اكيد عندك يعني على الاقل على الاقل على الاقل لو في حاجه انا حقيقه يعني كنت توقفها كنت اتمنى ان يطول الوقت. انت رجل طيب انا كنت اتمنى ان يطول الوقت ويحدث جلسات اخرى ويستمر هذا يعني التوافق. يعني المفروض تعترضوا على الميعاد بصراحه انت حضرتك بتاع المشير يعني المشير ماله يحدد مواعيد من أيوة بمزاجه ليه؟ ايوه انا عايز اسال بالضغط وبالعافيه واطلب رئيس مجلس الشعب يدي له امر انه رئيس مجلس الشعب ياخد امر من المشير عشان يعمل الاجتماع. ليه برضو مش قادر افهم يعني هو المشير شغلته ايه في البلد دي بالظبط؟ مش خلصنا الحكايه بيعمل ايه يعني؟ المفروض ان حضرتك تسال رئيس مجلس الشعب في هذا الامر. لا احنا كنا قاعدين ساعتها في الجلسه انتوا كنتوا قاعدين مع المشير ايوه هو معلش وهو لو المشير دعا ما هو اللي هو المكلف قال يدعو للاجتماع هو الوحيد يا دكتور ايوه بس ميعاد الناس اللي قاعدين دول يبقى لهم راي في الموضوع. ما ينفعش يا دكتور وحيد انك تقول الناس اللي قاعدين دول او مش الناس اللي قاعدين دول. احنا كنا قاعدين بنتكلم على ان في وفاق تام في حضور كل الأحزاب السياسية في حضور الأغلبية ما هم كانوا في وفاق وخرجوا والمشير قال احنا كنا عايزين نسيب البلد كنا عايزين نسيب البلد بدستور ولكن الظروف ما سمحتش ولذلك احنا عايزين نسيب قبل الانتخابات الرئاسية باللجنة الجمعية التأسيسية. هو كلام عاقل ده اللي اتقال وكان الوضع ساعتها بس انا برد على حضرتك كان الوضع ساعتها ان في توافق ان الحريه والعداله والنور موافقين على 50% و50% كون بقى ان حضرتك بتقول مفيش تسجيل او القصه دي جت في اخر الاجتماع انا متصور ان في محضر اجتماع بدليل انا طلعت في المجلس النهارده وقلت العوده لمحضر الاجتماع. هل حد وقع عليه؟ لا مفيش حد وقع عليه. مش في اتفاق بس المفروض يبقى في محضر اجتماع قبل يا دكتور احمد قبل ما في برضه اجتماع لازم الناس اللي موجوده دي فندم توقع على الاتفاق. الحل يا سياده النائب سياده النائب توصل او تيجوا بيها مكتوبه عشان وقتنا. الحل يا سياده النائب كنا غلطانين احنا غلطانين ولتدفع مصر ثمن غلطتنا في ان احنا ما وقعناش. ما هو ما ينفعش ان انا ما اقدرش ارجع في كلامي وما ينفعش تاني. وانا عايز اعرف من سياده النائب سؤال واحد بس اللي سالتيه حضرتك. سيادتك شايف منطقيا ان ال 18 واحد دول بصرف النظر وقعت او ما وقعتش في برضه عقل بنفكر بيه ان ال 18 واحد دول يحسبوا على تيار القوى السياسيه الاخرى حتى في ظل في ظل هو رافض التقسيم. انا اصلا ضد التقسيم مش هو لكن مع التقسيم يا سياده الحل يا سياده انا لا استطيع ان اسير احد يقول لي تقسيم ولا تقسيم قوى إسلامية على تقسيم يعني هذا تقسيم طائفي يعني حقيقة يعني ما كان يجب. إنما احنا دلوقتي في مأزق ودلوقتي مش باقي إلا ساعات طيب. لكن حضرتك بما يعني تمثله من الحرية والعدالة وأنت رئيس يعني لجنة الشورى لجنة تشريعية في الشورى يعني بما تمثله من هذا الحزب رايك ايه؟ ال 18 دول يتاخدوا منين؟ يتقسموا على الاثنين ولا لا يتاخدوا؟ لا هو لو قبل الدكتور احمد ان حتى ولو استمرينا نتناقش للصباح ونتناقش ونشوف مستعد انا ان ال 18 دول يتقسموا ده عدل ربنا ستك يعني سيادتك هتروح تنتخب بكره وانت مش وافق على التقسيمه دي؟ انا مش ليه ايه؟ التقسيمه لا انا مش موافق ال 50% و 50% هتروح تنتخب بكره؟ انا مش موافق على مبدا ان كنتم ان من الاصل كانت تبقى يطرح التقسيمه ولكن يعني مما يعني يجعلني معلش يعني مرتاح ان مش الحريه والعداله هي صاحبه هذا التقسيم يعني مش دي القضيه مش هي اللي طرحتها وقتنا طب وقتنا تقريبا انتهى. انا عايز اسمع كلمات اخيره. حضرتك وافق طيب. او مش وافق حضرتك هتروح تنتخب بكره بكره طبعا هتروح تنتخب واتمنى ان انا انتخب
واتمنى طيب كلمات اخيره عشان وقتنا واتمنى برضو دكتور ان مدحب. العقبات كلها تذلل. طيب دكتور دكتور مدحب انا وجهه نظري هذا كله عبث وضحك على الشعب المصري. وبعدين يعني بتقولوا اشرف عبد الغفور هو انت اصلا اللي بتنقي اللي احنا ننقيه؟ طيب يعني هل مطلوب ان الناس النقابات هم يقولوا لك طلعوا فلان من النقابات ولا احنا اللي بنختاره؟ دكتور احمد سعيد في 30 ثانيه. 30 ثانيه بقى بقول ان الاغلبيه هي المشكله عندنا، ان احنا طالما هنحتكم للاغلبيه لوضع الدستور هيبقى عندنا مشاكل كثيره جدا. الدستور توافقي ولازم يبقى كل المصريين، طول ما مش فاهمين كده مش هنقدر نعمل حاجه. دكتور وحيد، يعني دي مشاكل كانت متوقعه من البدايه، وانا قلت من البدايه ان المشكله هتبقى في الجمعيه التاسيسيه، و يعني بذلنا جهود طويله على مدى فتره طويله، وكل مره بنوصل الى نقطه بيتسد فيها الطريق. انا اعتقد ان احنا داخلين مرحله انتقاليه تانية في بكل جوانبها، بما فيها الدستور، بما فيها الرئيس اللي هينتخب او مش هينتخب. احنا داخلين ما زلنا ذاهبين الى المجهول. الحقيقه اننا نعيش بعد الثوره في حاله من الارتباك في كل شيء. ومهما اتفقنا على شيء حتى في ظاهر الكلام ان القوى خرجت متفقه، ثم حينما رجعت الى التفاصيل طلعت مش متفقه. تبين انها ليست متفقه. طب ده معناه ان احنا عايزين وقت. يا استاذ ربي، انا وانت لحضرتك معلش، يعني لابد ان نقدم بعض التنازلات، لانه مهما الحريه والعداله مستعد يقدم تنازلات. قدم تنازلات. طيب عشان وقتنا بس خلص. وقتنا مستعدين تقدموا تنازلات على 18 اسم. ما هو قدم تنازلات في موضوع الاغلبيه اللي كله كان بيقول خلاص. يعني ما انا برضه الطرف الاخر مش عايز يحطه في ذهنه انه يبقى حريص. الشعب المصري الشعب المصري فين؟ الشعب المصري من يكتب قواعد مصر؟ واضح ان فين الشعب؟ حضرتك بتقول اللجنه التاسيسيه ال 100 دي اعملوا على استقلال يعني الشعب المصري. اجيب 80 مليون تجيب 80 مليون لان اللجنه التاسيسيه؟ لا، اعمل زي ما حضرتك قلت كده، اعمل استفتاء على ال 100 شعب المصري اختارهم. طب ما ده كان المفروض من الاول. وقتنا خلص. انا بشكركم، هنحاول ان بعد هذه الجلسه ان يحصل يستمر الحوار بين دكتور احمد سعيد وسياده النائب توسن، ربما قبل بكره يكون في اي بادره حل، لكن احنا كده في مفترق طرق، احنا كده القطر مكمل ايا كانت النتيجه، واحنا ما كناش عايزين كده، احنا كنا نريد لجنه تاسيسيه تمثل هذه الامه زي لجنه دستور 23، وكانت لجنه و54 اللي ما صدرش بيه دستور 23 كان عليها 23 برضه كبير. معلش بس في النهايه كان في حد بيمثل البدو، يعني كان في ممثل لكل طوائف الشعب المصري، ده اللي كنا نتمناه. اشكركم، نتقابل بكره، وهذه لميس الحديد، وهيكون صباح الخير.